التحكيم التجاري وأهميته في حل النزاعات والقضايا باعتباره وسيلة من وسائل الحسم، إضافة إلى نشر وتمكين ثقافة التحكيم التجاري عناوين بارزة لندوة التحكيم التجاري الثاني التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء. يعتقد الكثير بمجرد أن نحصل على خلينا نسميها بطاقة العضوية في منظمة التجارة العالمية ستتغير أشياء كثير في القطاع التجاري أو القطاع المالي أو القطاع الاقتصادي في اليمن. هذا أول سوء فهم. التغييرات الكبيرة المؤثرة في الاقتصاد اليمني قد تمت. الندوة قدمت 6 أوراق عمل حول مفهوم اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية والدور الرقابي والمعاون للقضاء في التحكيم التجاري والإلكتروني. يعتبر بالنسبة للقطاع التجاري والقطاع الخاص أفضل بكثير من اللجوء للقضاء، لأن القضاء بطيء في الحسم وبطيء في الإجراءات وبطيء يعني، وكذلك لا يستطيع أنه الإنسان أن يختار فيه القواعد التي تحكمه وسير الإجراءات والزمن التي سيتم فيه. أما التحكيم فيعتبر منجز وسريع، لذلك يفضل اختياره. أتت الندوة في ظل ركود يشهده القطاع الاقتصادي في بلادنا وتحديات مختلفة من أبرزها غياب الأمن والاستقرار، كما أشار عدد من الأكاديميين والباحثين في الشؤون الاقتصادية بذلك. وهذه ندوة مهمة، وهي تشكر عليها وزارة الصناعة، بحيث أنها تناقش عدة محاور منها أحكام التحكيم وبالذات التحكيم التجاري، وبشأن صدور قانون التحكيم التجاري الذي سوف يعطينا قفزة إلى الأمام، بحيث أنه يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي ولدى الشركات الأجنبية بالقانون اليمني والقضاء اليمني. مراقبون رأوا في ازدياد الندوات والفعاليات في شأن معالجة المشاكل والأوضاع المضطربة التي تعيشها البلاد وخصوصا القطاع الاقتصادي بأنها تظل حبرا على ورق ومجرد فعاليات لم تعالج في هذا الجانب. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء.